بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي امبي. كابتن بلال، النهارده المباراه اللي بيتفرج قال لك من الشكل العام مفيش مشاكل. المباراة سهلة، الأمور الملعب واسع، مفيش اختبارات داخل منطقة الجزاء يا كابتن أسامة، مفيش حاجة خالص، تحس إن الدنيا ماشية زي الفل. ولكن إحنا دورنا هنا كابتن أيمن، تاني بنقول لينا دور كبير جدا جدا في إن إحنا مش بنعمل سبوت على الأخطاء، ولكن إحنا بنجيب الأخطاء عشان نطور من أداء حكامنا. فرسالة لجنة الحكام، يا ريت هم يكونوا بيشوفونا النهاردة في هذه المباراة اللي هي من وجهة نظر الناس كلها إن هي مباراة عدت بدون أخطاء، لا، يا ريت النهاردة الناس تتابع كابتن شريف، شوفوا الحالات اللي احنا معانا، احنا ما بنقولش حاجه من عندنا، عندنا حالات مهمه جدا. يشوفوا الحالات ديت. وكمان النهارده محمود بشير، النهارده الحكم الاسكندري كمان، يعني لابد النهارده نتفرج على الحالات التحكيميه عشان يطور من اداء بلال. حاجات كتيره جدا النهارده عدت، على الرغم المباراه سهله جدا جدا جدا. دي رسالتنا للجنه الحكام ولحكام مصر كلهم هنا في قناه النادي الاهلي، احنا داعمين وساندين وبنطور معاكم وبنساعدكم على اداء الحكام. طاقم تحكيم الاسكندري بالكامل النهارده، عندنا بسيوني النهارده حكم الميدان، محمد عبد المجيد كابتن ايمن من اسكندريه ايضا المساعد رقم واحد، عندنا ماجد المليجي المساعد رقم اثنين، صبحي العمراوي حكم ايضا من حكام اسكندريه المتميزين، طاقم تحكيم بالكامل من اسكندريه، على الفار كان خالد الغندور وكان هشام الدسوقي. نروح لاول حاله بلال، يا ريت وعلاء يمكن وكلكم طبعا تشوفوها الحاله اللي جايه دي، وانا هستنى اشوف رؤف. هرجع تاني تمركزه، هرجع تاني ستوب. هنا بلال احنا قلنا دايما الحكم قراءة، صح؟ قراءة وتوقع وتمركز. قراءة يعني ايه؟ يعني قبل اللعبة ما بتروح هنا يا كابتن انا بفكر، بحضر قراري، عاوز اخرج من محيط اللعبة يا اسامة. اخرج ازاي؟ لابد ان انا اكون محضر حاجة، زي اللاعب كده هو بيقطع، عارف هيقطع ويستلم وجون. هنا بقول لبسوني، هنا ما ينفعش الكلام ده، انت حكم كبير، حكم عندك من الخبرات، ما يبقاش اللعبه دي وهذا الشكل الموجود ده، اسمه التمركز الخاطئ والدخول في مسار اللعب ما ينفعش، ودي مش لبسوني بس، لكل حكام مصر من فضلك. طب الحل ايه يا كابتن بلال؟ الحل ايه يا كابتن علاء؟ حضر قرارك وانت هي بتروح هنا، انت خلاص دخلت في مسار اللعب، حاول تخرج بدري بالجري الخلفي او الجانبي، يعني يا تخرج يمين شمال او ترجع بدارك، دي الحاله اسمها التمركز. دي اول حاله معانا كانت حاله خطا في التمركز. الحاله الجايه مهمه جدا جدا، ونشوف هنا هذه المخالفه، ومش هتكلم انا وهقف عليها كابتن شريف. المخالفه اللي جايه نشوف هنا، هنا كابتن بلال ايه رايك؟ مخالفه طب مخالفه، يعني هنا بنتكلم اللاعب ده محظوظ اللي هو اوفا، خلي بالك دي في اول مباراه، دي الاولى. عارف يا كابتن علاء، وانا قلت لك لو الكعب الحذاء هنا فوق شويه كان خد احمر طرد طبعا. هنا الحذاء لما بقى على الارض قلل من القوه شويه شريف، وبالتالي هنا دي فيها انذار نتيجه التهور، انذار مفيش فيه هزار. دي اول حاجه عدت من بسيوني، هنا المخالفه موجوده بتهور، ولكن للاسف لم يشهر الحكم البطاقه الصفراء، ودي من الحالات المهمه جدا. كل المباراه النهارده خاصه بالبطاقات الملونه يا كابتن علاء. دي اول حاله. نروح للي جاي. شوف هنا احنا بنتكلم على ابو قادر. ابو قادر معدي وعنده فرصه هجوم واعد، يعني ايه؟ يعني هو لما عدى هنا نشوف هنا المسك، وقلنا المسك خلاص بقت حاجه تستحق واضحه. انذار. انذار. صح. يعني هنا كان يجب مودي ناصر، شوف بقى انا بتكلم في دقيقه كام؟ 10 14 كابتن علاء، هنا في بطاقه صفراء مفيش فيها هزار بقى، احنا بنتكلم دي الصوره اهي. هنا بسوني هنا كان يجب انذار مودي ناصر للمسك، للمسك. طبعا هو احتسب المخالفه وما اشهرش بطاقه الصفر. خلاص؟ واحده واحده. اللي جايه نفس اللاعب، قول انت كابتن شريف، شوف اللي جايه، شوف اسلوب الدخول، شوف مودي ناصر رقم 22 36 قصدي، تاني مخالفة
في 3 دقايق دقيقة 10 والدقيقة 15 حسب المخالفة. كابتن أسامة أنت مقتنع ولا إيه؟ إيه رأيك؟ حالة الأولانية إنذار بس أنا حاسس دي لا دي أنا حاسس دي لا الدخول دوت مفيش فيه إنذار؟ يا أبو شريف هات التانية حالة يا كابتن سمير الاولانيه يعني هنا داخل متهور هنا ماشي بس ما حمدي خد الكوره هنا كابتن سامي قصده ان هو خد الكوره خد الكوره كابتن هنا النهارده اسلوب الدخول يا جماعه انا بحاسب اللعب على اسلوب الدخول انا النهارده لو انا النهارده كلاعب النهارده ما شلتش رجليا ممكن النهارده يبقى فيه تاول هنا البطاقه الثانيه انا بقول البطاقه الثانيه كان يجب هنا بمعيار الحكم بطاقه الملونه كان يجب اشهار البطاقه الصفراء الثانيه الحاله اللي بعد كده الحالة اللي بعد كده نشوفها يلا يلا خلينا نشوف هنا الحالة دي مهمة جدا ونشوف دي بتاعت عبد القادر خلاص عبد القادر خلاص هنا الشد موجود وقلنا ده تعطيل الهجوم الواحد دي واحدة تانية هنا تاني بنعيدها هنا اسلوب الدخول يا كابتن هنا مش داخل على كرة اوعى تقول لي ان ده بيلعب كورة استحالة هنا اسلوب الدخول فيها نفس الشيء مش يذكر لعبة هاني نفس الشيء يا كابتن علاء هنا اسلوب الدخول في الاولانيه كان يجب اشهار البطاقه الصفراء حتى لو انت اتحت اللعب ماشي هنا اهي نفس الشيء نفس الدخول بتهور كان يجب اشهار البطاقه لمحمد هاني احنا بنتكلم النهارده لحد دلوقتي في اربع بطاقات مفقودين في المباراه وده معيار كتير في المباراه عشان كده بقول ايه يا بسوني لابد انك انت تطور ادائك في هذه الحالات الحاله اللي جايه ونشوف هنا حالة تسلل عند ماجد المليجي رقم المساعد رقم 2 ما كانتش تسلل دي المساعد رقم 2 يا ماجد نشوف الحالة هل هناك تسلل؟ ادي لحظة اللعبة يا كابتن مش تسلل لا مش تسلل يلا يلا نمشي فين التسلل؟ كان ممكن يكملها يا كابتن كابتن فين التسلل؟ مفيش تسلل سواء كمان طالما في شك كان لازم يكملها تاني يا كابتن هنا التسلل فين؟ مفيش يلا لحظة اللعب وموقف التسلل يلا مفيش تسلل رايح اهو يا كابتن رايح اتفضل فرقة انبي جالها كورتين ثلاثة زي دول سابهم يكملوا وضيع الكرة بره بعدين راح رافع كابتن بقى. كابتن ده ماجد المليجي ايوه في لعبة تانية هيعملها ايوه انا بوريك بس لإيه دي رافع تعال بقى نروح للحالة اللي بعد كده هنا مفيش تسلل لماجد ويجب عليك انك انت حالة من الحالات المهمة هو اللي ادى القرار المساعد رقم 2 قول لي فين يا ماجد المخالفة بيرسي تاو هنا التحام كابتن علاء فين المخالفه هنا على بيرسي تاو فين المخالفه هنا ده ايه ده بيرسي على بيرسي تاو كابتن المخالفه هنا هنا المخالفه يلا ازاي فين المخالفه عليه هنا على مين يلا خلينا نمشي يا سمير يلا 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 هنا احتكاك بدني تنافس عادل اللعبه تستمر يا ماجد من فضلك الحكم قريب سيب الحكم ياخد القرار فيها دي بردك من ضمن الحالات اللي ماجد أشار بالتعاون بس القرار أنا شايفه من وجهة نظري كان يجب استمرار اللعب كان أفضل. الحالة بعد كده. هنا لعبة من الألعاب المهمة هنا جميل قوي بس إديت قرار مهم قوي ورجعت تاني بالمخالفة الأصلية هو إدى تحت فرصة كان في شد. نرجع تاني للمخالفة سمير بنشوف هنا لاعب من الأهلي هنا استخلص عبد القادر مشي واتشد من التيشيرت وبعدين جه ياخد كورته ما خدهاش رجع للمخالفة الأصلانية وده كان قرار صحيح الحالة بعد كده وحالة من الحالات مهمة جدا يلا نمشي وهنا يا محمد يا مجيد سيب الكرة تتلعب مش فاهم أنا ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن حتى لو كان هناك تسلل بص يا كابتن واضحة يا كابتن واضحة ماشي يا كابتن ماشي يا كابتن بلال بص واضحة أنا يا كابتن فاهم قصدي يا كابتن بلال يعني واضحه يعني طب تاخد مني انا تاخد مني انا واضحه قوي كنت رفعت الرايه على طول كابتن علاء انت استنيت لما هو كمل هاني مشي بالظبط هو كمل ولسه كمل. هو مش اهو مفيش هنا رفع انا بقول لك يا محمد ايه طب انت خليته يوصل ليه طب سيبه بقى يلعب بالعرض ايوه ونستنى قرار الفار لما انت جيت هنا رفعت لسه ما كانتش الهجمه إيه هو ايه البروتوكول بيقول لك يا كابتن علاء ايه المساعد لما يكون في حاله تسلل سيب اللعبه تواصل صح وبعدين خد القرار في الاخر الفار يراجعك انما انت هنا برضك نفس الشيء استعجلت فيه انك انت تدي الغريب ان انت جه عليك اثنين زي دول ورايحين وتثابت هي دي الغريب بالظبط بالظبط فانا بقول هنا لمحمد انت خليت اللعبه توصل قرار 10 10 سيب محمد هاني يلعب لسه الهجمه ما زالت موجوده لان كان ممكن يجي جون وكان قرارك يبقى
خاطئ. تمام يا سمير. الحاله بعد كده تعال نشوف الحاله اللي جايه دي. ماجد المنيجي عمل ايه؟ سابه. انا بعمل مقارنه يا بلال. حطها بره. ده غلطان برضه يا كابتن. عمل ايه؟ غلطان. ده 10 متر بس ساب اللعبه. يا كابتن اللعبه كابتن بلال. هو غلط كابتن بلال. المفروض اللي فيها شك يعني. انا من وجهه المفروض اللي فيها شك خلاص. انت اللي فيها يعني انت الحاسس في شك سيب. انما مش واحده 3 4 متر كده. هات لي اللعبه وهات لي لحظه اللعبه. عندي احتماليه. هرد عليك يا بلال معلش. اتفضل. سامح. الحالتين يا كابتن. هات الحاله بتاعت ارجع بس لحظه التمرين بس. ارجع تاني كده سمير. ستوب ستوب كابتن. انت النهارده في الملعب يا بلال انت هنا عشان انت قاعد في الشاشه بتاخد قرارك. انت شفتها المساعد في فروق فرديه يا جماعه زيه زي اللاعب كده. انا كمساعد ممكن ابقى قلقان. ايه الفروق الفرديه يا كابتن؟ الفروق الفرديه اللي انا ايه؟ امال انا بقرر ازاي بناء على ايه؟ بص يعني انا كمساعد بقرر ان هي اوف سايد دي بناء على رؤيتي. وانا لما يكون عندي اوبشنز يعني ايه؟ اوبشن ان انا ايه؟ اسيب اللعبه يا كابتن علاء. اسيبها. يمكن انا قراري كان خاطئ. انا النهارده لما برفع في لعبه زي ديت وجت جون. القرار كان ايه يا كابتن ايمن؟ انت قتلت هجمه وكان يجب عليك انك انت ما هو ده البروتوكول يا كابتن بلال. هو ما قتلش. انا معاك بلال. انا معاك لما تكون حاجه واضحه. ما قتلهاش. انا معاك. عايزه يرفع صدقني. هو ما رفعش 3 متر يا كابتن. 3 متر اوف سايد. ما رفعش 3 متر يا بلال. انا معاك لما يكون حاله واضحه. بالظبط. ارفع. يعني انا النهارده لما يكون يا كابتن اوف سايد واضح انا اسف زي ما احنا بنقول في البلدي كده واضح للعمى. تمام. افضل ما هو ده تعطيل لعبه برضه. افضل سايبه وراح عليك انت تثابت. بلال انا للاهلي تثابت. لا لما تكون واضحه قوي لازم. ما ده اللي بقوله يا كابتن. ده اللي بقوله يعني. الكوره الاوفسايد واضح تماما. خلاص ارفع. مش محتاج يعني انت. بلال انا ما اختلفتش معاك. بلال ما اختلفش معاك ولا مع اسامه. قلت لك ايه؟ واضحه ارفع. واضحه. انما اللي فيها شك سيبها. ليه؟ سيبها عشان يبقى عندك فرصه لو جت جون. صح طبعا طبعا. لو فيها شك تمام. سمير دي اخر حاجه معانا ولا خلاص؟ هو هنا راح حتى الراجل حتى اخر حاجه معانا. عموما بشكل عام كابتن احنا بنقول ايه؟ المباراه كابتن بلال سهله. الناس كلها قالت سهله. لكن عندنا مشكله وهي يجب يا سوني تطوير ادائك في العقوبات الانضباطيه. مهم جدا. انت ما طلعش النهارده كارت اصفر ولا هنا ولا هنا. ولكن بمعيار بقى المقيم اللي هيقيمك كل الحاجات دي هتاخد درجات عليها قليل. اتمنى يكون لجنه الحكام النهارده بتشوفنا بنطور اداء الحكام. كابتن بلال ما بينتقدش الحكام مجرد انتقاد. هنا بنساعد حكامنا ولجنة حكامنا في تطوير أدائهم نفسنا الأمور تمشي بشكل كويس. تاني مبروك للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله توفيق التحكيم إن شاء الله مصري سواء كان هنا أو كان خارج مصر. آخر حاجة محمد معروف النهاردة كان بيدير في بطولة كأس العالم النهاردة هو وعمرو الشناوي. بنقول لهم يعني مبروك. دي أول مباراة النهاردة ليهم هناك في كأس العالم في الأرجنتين. تمنى طبعا مزيد من التوفيق للحكام المصريين في سواء في البطولات اللي هي المحلية أو الدولية أو الأفريقية. كابتن أشكرك. شكرا جزيلا كابتن ناصر. أمتعتنا. أخليك. وبانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي مباراة الأهلي وإنبي في الجولة رقم 29 للدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-0 ومواصلة تربعه على الصدارة عن جدارة واستحقاق واقترابه خطوة أخرى من درع الدوري العام موسم 2022-2023. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وبالتوفيق الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة. كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن أيمن ومبروك وعقبال اللي جاي بإذن الله يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة عربي شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا لك يا أيمن ومبروك لكل جماهيرنا وإن شاء الله عقبال الماتش الوداد إن شاء الله بإذن الله يا رب. في ماتشين دوري قبلها إن شاء الله. ماتشين الدوري أنا حسيت إن الوداد يوم الجمعة. شكرا يا كابتن علاء. شرفتنا يا كابتن. شكرا يا أيمن. شكرا كابتن أحمد بلال. شكرا يا كابتن شرف. شكرا كابتن أيمن. شكرا. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وورقة تحياتي.